أخبار اليوم. الهجوم هذه المرة في الجهة اليمنى وغول غول المباريات خلاص ياخذ النقاط ويمشي هنا غول 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 ماتيو ماخذ المكان تقدم ماتيو وسيطر على الكرة حواها يا الله يا الله الثالث لاحظ معي نيمار يقوم ويعمل كل شيء حقيقة حدث ذلك في الكلاسيكو يحدث ذلك اليوم نيمار يتقدم خذوا هذا مرة أخرى يأتي ميسي ويسجل الهدف الرابع لبرشلونة والهدف الرابع له شخصيا في هذه المباراة الهدف الرابع له في الليغا.